ليه بقت عندي الايام دي يعني في الفترات كتير ما كناش بنسمع حته الاموال الساخنه دي، بدنا نسمعها في السنوات الاخيره. سعر الصرف اللي عمل قفزات ومرتبط برضو بده، ازاي اقدر اظبط اداء الاثنين دول، سعر الصرف والاموال الساخنه دي اجبح جماحها زي ما بيقولوا؟ يعني شوف حضرتك، تدفقات الاموال الساخنه هو هدفها هو تحقيق ربح سريع. هي النهارده بتدور على لو مصر هتستفاد منها في الاسواق المال من خلال شراء اسهم او سندات، هي بتشوف ايه الربح السريع وتقدر تستفاد من الدوله المصريه. طب الدوله المصريه بدا يبقى في عدم استقرار او تذبذب في سعر الصرف، وبدا الفدرال الامريكي الفتره اللي جايه يرفع الفايده، فهي بالتاكيد هتتجه او هتسحب الاموال من مصر الى الفدرال الامريكي الى امريكا او اوروبا او اي دوله، فهي فلوس او اموال غير مستقره بالمره. وفكره الاعتماد عليها بشكل اساسي هي يعني مشكله كبيره جدا. انا مش عايز كدوله ان انا افضل معتمد. هي هيكون لها دور مهم جدا في زياده الاحتياط النقدي، في توفير سيوله من العملات الاجنبيه المختلفه، ولكن يعني يبقى في عندي خوف من الانتقال السريع او الهروب السريع لتلك الاموال واتجاه الى دوله اخرى. احنا النهارده بنقول الاجتماع الفدرالي الامريكي خلال الفتره المقبله، هل هو بقى السؤال المهم؟ هل هو هيتجه الى رفع او ولا تخفيض ولا تثبيت؟ هو كان المفترض يعني الفدرال الامريكي ان هو خلال السنتين القادمين ان هو هيتجه بالفعل الى تخفيض سعر الفايده، لان الولايات المتحده الامريكيه عانت بشكل كبير جدا وعندها مشاكل كتير جدا في العديد من المؤشرات الاقتصاديه. لان احنا النهارده الارتفاع المستمر في سعر الفايده بيزيد من تكاليف الاقتراض، وبالتالي بتاثر بشكل كبير على الاستثمارات الحقيقيه. النهارده ما بقاش عندك استثمار، لان النهارده خصوصا في المشروعات الصغيره والمتوسطة بتبدأ يتم التصفية وإيداع الأموال في البنوك، فبالتالي بيحدث تكدس للأموال، فمعدل دوران رأس المال بيكون بطيء جدا في الاستثمار. فهو كان هناك رؤية أن هو هيتم تخفيض سعر الفايدة حتى يكون هناك استثمارات حقيقية وتقليل تكاليف الاقتراض اللي هي جزء مهم جدا من الاستثمار. ولكن مع الأحداث الأخيرة والصراعات بشكل كبير في الانتخابات، أعتقد ممكن من الوارد أن يكون هناك ارتفاع لسعر الفايدة. وده طبعا لو اتجهت الولايات المتحدة في رفع الفايدة، أعتقد ده هيأثر على الدول التابعة، لأن ده هيكون هناك تحريك لسعر الفايدة. وبالتالي إحنا كمان في مصر إحنا كنا متوقعين، إحنا ثبتنا سعر الفايدة خلال آخر اجتماعين، وده كانت خطوة مهمة جدا، وكمان كنا متوقعين إن هو برضه ثبات واستقرار للسوق يا دكتور. خلي بالك بيأثر على تحقيق التوازن في سعر الصرف، وشفنا ده جزء مهم جدا. بدأ يكون عندنا استثمارات حقيقية، لأن المستثمر النهاردة علشان يستثمر في مشروعات طويلة الأجل فبيعمل دراسات طويلة الأجل. فالنهاردة ما يجيش النهارده سعر الصرف ثابت، بعد شهر هيكون في تقلبات، بعد ثلاث شهور، ده تأثر على الاستثمارات بشكل كامل. أعتقد لو الفدرالي رفع، وده وارد بنسبة كبيرة جدا الفترة اللي جاية، لو احنا بقى اتجهنا إلى رفع تبقى مشكلة كبيرة جدا. طب إيه الحل يا دكتور سيد؟ الحل في الإنتاج.